طاقات بلا حدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وإطلالة جديدة في برنامجكم طاقات بلا حدود، حيث نحن في هذه الدقائق نستثمره. واستثمارنا بتأكيد حول موضوع مهم جدا يخص كل واحد فينا يريد أن يتقدم ويسوق ويعرف نفسه. أن تقنع الآخرين بما أنت عليه، هذه بحد ذاتها تحدي، وهذا التحدي انت قدها ان شاء الله اذا عرفت بعض المهارات والمعلومات المهمة اللي فعلا تستطيع ان تظهر نفسك بشكل صحيح وسليم. كيف تسوق نفسك؟ هذا هو السؤال، وهذا هو محور حديثنا وموضوعنا في برنامجكم طاقات بلا حدود. والحديث حول هذا الموضوع راح يكون بتخصص إن شاء الله وبإيضاح مع مستشارة التنمية البشرية والمدربة المتخصصة في ذلك الأستاذة سحر الحامد. خلوكم جاهزين سواء باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا حتى نكون بإذن الله تعالى في حلقة مثرية بوجود الأستاذة سحر ووجودكم أيضا أنتم مستمعين الكرام. واتصالاتكم راح تكون محل سعادتنا، وطبعا نستفيد من مداخلاتكم على الأرقام التالية 011-217-8585 أو على 012-616-1100. وكذلك مشاركاتكم عبر حسابنا في تويتر ألف ألف FM ALIF ALIF FM. اللي حابين يسمعونا كذلك عبر الرابط الإلكتروني www.alifalifm.com. نرحب فيك أستاذة سحر ونقول يا هلا ومرحبا. أهلا فيكم وأسعد الله صباحكم إن شاء الله وصباح كل المستمعين اللي بيسمعون لنا الآن. طبعا اليوم إن شاء الله راح نتكلم مع المستمعين عن كيف تسوق نفسك بطريقة صحيحة، بطريقة ترغب جهة العمل فيك. يا سلام. تسويق النفس، طبعا الناس اعتادوا أنه يسوقوا سلعة، يسوقوا منتج موجود يعني، لكن أنه يسوق نفسه تعمل دعاية عن نفسك، هو ما بين أنه يعني أنا أعمل دعاية وأسوق نفسي، يعني شو أسوي؟ يعني أعمل حاجات معينة كذا، صورة مع كلمتين والآن وترقبوا من هذا الكلام. لا لا لا، أم أنه والله تسويق النفس أنه في أشياء معينة لابد أنه يفهمها؟ طبعا موضوع الصورة ويكتب هذا شيء قديم جدا. أيوة. إحنا الحين دخلنا في عصر جديد، عصر كيف تسوق لنفسك وتستفيد من كل لحظة وكل شيء قاعد يصير حولك. نعم تمام. تسويق النفس، أنت تو قلت أستاذ عادل أنه إحنا كنا بنسوق لمنتج للسلعة. نعم. وخليني أقول لا يزعلون كمان المستمعين، بالفعل أنت تعتبر كسلعة أمام أصحاب المنشآت وطالبي يعني الموظفين. نعم. أنت تعتبر سلعة من عدة نواحي، إيش حتضيف لهم؟ إيش المميزات اللي عندك؟ هل راح تكلف عليهم لما تجيهم؟ يعني أنت مثلا طالب توك متخرج، نعم، تعتبر لسه خام، يعني ما عندك أي مهارات. نعم. فأنت بالتالي راح تكلف عليهم تدريب ودراسة ممكن في مجال التخصص اللي حيوظفوك فيه، فأنت كذا حتكلف عليهم ميزانية. أيوة. فهذه الأشياء كلها أنت لازم تعملها قبل ما تتوجه للمنشأة اللي حابة يعني تشتغل فيها. يعني من كلامك أنت بتقولي أنا لابد أنظر بعين من سيوظفني، إيش الأشياء اللي حترغبوا فيني عشان يوظفني ويخليني أتميز عن بقية اللي جو وقدموا سيرهم الذاتية أو تمام. يعني أرادوا أن يتوظفوا. تمام. أيوة. إحنا راح نتكلم إن شاء الله عن نقاط يعني راح تميزك عن البقية، ف
النقاط هذه حنذكرها إن شاء الله في الحلقة، ويعني حابة أنه كل من يسمعها مش لازم يقتدي فيها كلها، بس لو يمسك يعني اثنين ثلاثة ويبدأ يشتغل على نفسه فيها راح يتطور إن شاء الله، وراح يحصل على الوظيفة اللي هو يتمناها أو كان بيحلم فيها. جميل جدا. إذن حندخل مباشرة حول موضوعنا بتسويق الذات، كيف واحد يسوق نفسه. إذن يعني هناك مفاتيح، نعم. وفي يعني على قولهم أشياء لابد أنك أنت تعرف الخطوات والإجراءات اللازمة لتسويق نفسك. العملية ما هي عملية عشوائية ارتجالية، لا في أشياء مدروسة. تمام، خليني أقول بس قاعدة مهمة، يعني القاعدة المعروفة دائما، إذا كنت تريد زبائن أكثر سوق لمنتجك أكثر. إحنا ليش ما نشوف نفسنا زي ما قلت لك أستاذ عادل إنه إحنا منتج وراح نسوق لنفسنا؟ إذن إذا أردت وظائف أكثر سوق لنفسك أكثر. كمان ليش ما نعكس الآية، ليش ما نعكس القاعدة؟ دائما إحنا بنبحث عن الوظيفة، نخلي المرة هذه الوظيفة هي تبحث عننا بمفاتيح راح نمشي عليها. من أهم القواعد اللي ممكن الإنسان يتبعها عشان يوصل الوظيفة اللي هو يبغاها الثقة. دائما نكرر موضوع الثقة، كن واثق في نفسك، كن واثق في قدراتك، كن واثق بالإمكانيات اللي عندك، لأنه لو أنت ما كنت أصلا واثق في قرار ذاتك بنفسك بال يعني الملكات اللي أنت تملكها، طبيعي صاحب المنشأة ما راح يثق فيك، نعم. طبيعي ما راح يعني يوظفك عنده، نعم. فالعين دائما تريد أن ترى ما في عقلك، نعم. أنت ممكن تفكر تقول والله أنا منجز، أنا قادر، أنا طيب أثبت لي إيش سويت، إيش عملت، إيش فعلت. خلي عيني تشوف وتثق في الكلام اللي أنت قاعد تقوله. فأهم حاجة عندنا الثقة، لازم تكون واثق، لازم تكون جريء، لا تخجل، لا تستحي، لا تقول أنا ما أقدر أسوق لنفسي، لا، يعني اكسر حاجز الخجل وتأكد أنه يعني ممكن تقول أنا والله الناس بتتكلم علي، بعدين تقول أنا قاعد أسوق لنفسي، ما في مشاكل، الناس كذا كذا حتتكلم عليك، أنت قاعد ولا أنت بتسوق لنفسك، نعم. حتتكلم يعني يقول لك رضا الناس غاية لا تدرك. أيوة خلاص، نعم. يعني أنت في الأول في الأخير تشتغل لنفسك وانت اعرف وعلى نفسك. بنفسك من يعني من احد غيرك. لكن اذا كان الواحد يمكن لو اقول لو خليت احد ممكن هو يعني يسوق او يعلمني كيف طريقه الكتابه او هو يعطيني فكره التسويق، مو كذا افضل؟ طبعا احنا الحين قاعدين نعطيهم فكره التسويق لنفسهم. ايوه فهم لازم يعني يعرف كيف يكتب عن نفسه او يضع النقاط المهمه اللي يظهر فيها. طبعا هنا احنا نقول برضو من المفاتيح والقواعد اللي ممكن تتبعها عشان توصل الوظيفة اللي انت تبغاها، دائما ضع نفسك في دائرة واخرج من هذه الدائرة، نعم. وانظر لنفسك، مميزاتك، قدراتك، مهاراتك، ضعفك، نقاط القوة، نقاط الضعف، نقاط الضعف، نقاط القوة اللي عندك، ايش تملك، ايش ما تملك، مظهرك الخارجي، كل هذه الأمور انظر لها من وراء هذه الدائرة اللي أنت رسمتها على نفسك، نعم. وقيم نفسك. الإنسان بنفسه بصير، الإنسان بنفسه عالم وعارف خفايا نفسه وعارف هو إيش قادر يعطي وعارف أيضا هو إيش الأشياء اللي بتنقصه وممكن يكملها. أي. طيب تمام، نكمل القواعد أيضا، نعم. من القواعد اللي ممكن الإنسان يمتلكها عشان يسوق لنفسه تكوين العلاقات، نعم. يعني إحنا بنكون علاقات كثيرة وممكن تكون بشكل عشوائي، طيب ليش ما نكون علاقات نستفيد منها؟ أي. العلاقات اللي إحنا نستفيد منها، كون علاقة مع مدير منشأة، أيوة. تمام، كون علاقة مع رئيس جمعية، هذا قبل تسويق النفس عشان هذا في نفس يعني في نفس الإطار، احنا بنتكلم عن القواعد. بس طبعا انت ما حتكون العلاقة وهو في عمله، تدخل عليه في عمله وتقول يلا انا بصير صاحبك، لا، او اني ابغى اتعرف عليك طبعا. او اني انا ابغى كيف تصل اليهم، وهذه ايضا من القواعد، تصل اليهم عن طريق عمليات التطوع، نعم. كن متطوع،
اشترك في التطوعات. ما شاء الله الحين يعني صاروا في شباب كثير يتطوعون وفرق تطوعية من خلال هذه الفرق التطوعية، وركز على المنشأة اللي أنت حاب تشترك فيها أو تشتغل فيها. نعم. أكيد عندها فريق تطوعي. الفريق التطوعي هذا أكيد موجود فيه أحد موظفي العمل، كون علاقة معه، ومن هنا راح يعني تبدأ تكون علاقات مع الشخصيات المهمة. حتى كمان احنا يعني يمكن من زمان درسنا الهرم ماسلو للاحتياجات. أيوة. آخر ثلاثة احتياجات كانت احتياج تكوين علاقات اجتماعية، وبعدين تقدير ذات، وبعدين تحقيق الذات. يعني انت اول شيء كون علاقة، بعدين راح تحس بقيمة نفسك لما الناس بتقدرك، وفي الأخير راح تحقق احتياجاتك اللي انت محتاجها او تبغاها. جميل جدا. تمام. نعم. انا خليني اذكر الاخوة الكرام، اذا حبيتي تحطي سؤال ولا تخليه بعدين؟ نحط سؤال. طيب. طيب. نسأل السؤال. ايوة. طيب. سؤالي لكم مستمعين، لو كنت امام شخص مهم جدا في فرصة لا تعوض. يا سلام. في 40 ثانية، كيف تصف نفسك امامه عشان يثق فيك ويوظفك؟ جميل جدا. لو نخليها على قولهم، لو كان زي ما أنت ذكرتي في المصعد أثلاوة، يعني لو دخلت المصعد وكان أمامك مدير التوظيف وحبيت أنك أنت تستغل هذه الفرصة، لأنه ما راح تلقاه يعني أنت مرة ثانية لا، وإنت ويا لوحدكم يعني تستطيع أنك أنت تستفرد به وتقنعه عن نفسك وتسوق نفسك خلال 40 ثانية، إيش ممكن تقول؟ تمام. يعني هو المعروف أنه 40 ثانية ممكن تصل إلى يعني 80 كلمة، بمعدل أنه كلمتين في الثانية الواحدة، يعني عندك 80 كلمة، كيف تستطيع أنك تتكون هذه الكلمات كتسويق عن نفسك؟ صحيح. 40 ثانية كيف تصف نفسك فيها أمام مدير توظيف في مصعد؟ يا سلام. هذا طبعا بالإمكان أنكم أنتم سواء تشاركونا عبر تويتر أو عبر الاتصال الهاتفي، ونعطيكم توقيت 40 ثانية تتكلم فيه عن نفسك، وبعدين على طول حنقفل إذا كان أكثر من كذا. لا، نات شوية كذا في البداية بس يتكلم عن نفسه، وبعدين نقول له يلا. أوكي، نقول يلا انطلق ونشغل الستوب ووتش أو الساعة المؤقتة. تمام. طبعا أرقام التواصل 011-217-8585 أو على 012-616-1100. فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا على السمع. طاقات بلا حدود. كملين معكم مستمعينا الكرام، وموضوعنا اليوم كيف تسوق نفسك، وطرحنا سؤال سحر الحامد. طبعا طرحت سؤال جميل، لو كنت في مصعد وقابلت في هذا المصعد مدير التوظيف وعندك فرصتك انك تتكلم عن نفسك وتقنعه عن نفسك خلال مدة 40 ثانية، ايش ممكن تقول؟ يا ريت يعني اول حاجة كذا تجهز نفسك وتحط ابرز الكلمات وتكون كذا ايش تدربت بينك وبين نفسك، وتتصل علينا على 011-217-8585 او على 012-616-1100، وخلينا نعرف فعلا انت قدرت تقنعنا ولا لا. لانه طبعا سادة سحر عادية مدربة تنمية بشرية، ويعني عندها في امور تسويق الذات بشكل كبير، فهي اللي حتقيمكم. طيب نكمل معك يا سادة سحر لما ناخذ اتصالات. تمام. نكمل ال ولا تبي ناخذ اتصال؟ اذا في اتصال جاهز ناخذ اتصال. طيب مرحبا. الو. الو. يا هلا وسهلا. اهلين والله، حياك الله. معنا معك فواز من مكة. هلا بك يا فواز، تفضل. الله يعطيك العافية. معلش أنا مش عارف، بس إني قاعد أدق بس تراني في البيت. أيوة. بخصوص إيش تكلموا؟ طيب تبغى تدخل في أي موضوع يعني؟ طيب ولا جميل، هذا داخل مو فاهم الموضوع. طيب أنا بس أبغى أسألك في 40 ثانية، وأنت مع مدير توظيف في المصعد، كيف ممكن تعرف بنفسك أمامه عشان تأخذ وظيفة أنت تحلم فيها؟ طيب ممكن الحين اول شيء اعرف باسمي، بعد كذا اعرف بالخبرات اللي عندي. طيب يلا انا ابغى. طيب يلا الحين انت في المصعد خلاص مع مدير التوظيف. الان استاذه سحر هي مديره التوظيف، اقنعها في 40 ثانيه بس. اقنعها في 40 ثانيه انك انت فعلا تستحق انك تكون موظف براتب عالي كمان،
يلا. طيب ماشي. تفضل. السلام عليكم استاذ سحر، معك فواز الهذلي. عندي خبره 4 سنوات في مجال الامن، في مجال الاستقبال وفي مجال موارد بشريه، ومعي ثانويه عامه. فاتونا توقفوني. تمام. كم هو؟ 10 ثواني تقريبا. لا لا، 15 ثانية. تمام. بس أنا حابة أقول لك حاجة، يعني خبراتك جدا جميلة، لكن في مشكلة. أنت ما سوقت لنفسك بحيث أنه حابب بالفعل، عندك رغبة في الوظيفة أو حابب تكون علاقة وصداقة. أنت دخلت كأنه في مقابلة شخصية، أنا اسمي كذا، معايا شهادة كذا، خبراتي كذا وكذا وكذا. هذا غلط، ما يصير أنه أنت تعددها بهذه الطريقة. إيش الصح؟ إيش النواقص اللي المفترض يكملها فواز؟ تمام. مثلا يجي يقول مرحبا أستاذ السحر، أسعد الله صباحك، والله سعيد بالتعرف أو بمشاهدتك في هذه الصدفة اللي أنا ممكن ما كنت أحلم فيها. صراحة يعني أنا لي خبرات في مجال، هو ايش قال، في مجال الامن. نعم. ايوه انا لي خبرات في مجال الامن، والحمد لله يعني انتم شركتكم جدا رائعه وتضاهي شركات كبيره، لكن عندي خبره في هذا الموضوع وحاب اعطيكم اكثر او افيدكم اكثر في هذا المجال. طبعا انت هنا استغل نقطه قوتك واستغل نقطه احتياج. قوة واحتياج. نعم. طبعا أظهر للطرف الآخر أنك أنت بحاجتي. إيه، أنت بحاجتي، أظهر أنه أنت معينة، ممكن عندك ضعف أو شيء. نعم. والطرف، وأنا أقدر أفيدك. نعم. طبعا لازم كمان في البداية تقول اسمك، لا تذكر أبدا مستواك الدراسي أو التعليمي، ولا تذكر كل خبراتك، اذكر الخبرة اللي أنت تعتقد أنه هذا الطرف راح يحتاجها. يا سلام. ناخذ اتصال آخر. مرحبا. ألو. الو. يا هلا وسهلا، مين معانا؟ هلا والله، حياك، معك محمد من الشرقيه. هلا بك محمد، تفضل. هلا، الله يسلمك حبيبي. انت بتسوق لنفسك الان؟ ما اسمعك. اقول تبغى تسوق لنفسك في 40 ثانيه؟ نسوق لنفسي 40 ثانيه. طيب يلا نشوف كيف حتقدر تقنعنا وتقنع المستمعين بانك فعلا في 40 ثانيه تستحق الوظيفه. سهله يعني، ما نبدا نقول 1 2 3 وتبدا. بس هي الكلمة واحدة جايك من طرف فهد وخلاص. ما شاء الله. خلاص انت كده توظفت. طيب تمام، هو كده توظف. طبعا هو كده بالعلاقات الشخصية توظف. اي نعم. أيوه، هو كده بالعلاقات الشخصية توظف. طيب اذا ما كان عنده علاقة شخصية، قلنا فهد هذا الله يوفقه يعني. تمام، الله يوفقه إن شاء الله. إذا ما عنده علاقة شخصية عاد لازم يجتهد على نفسه. أي. ويعني يكون علاقات وصداقات زي ما إحنا ذكرنا. نعم. عشان يقدر يوصل للي هو، لأن المشكلة صار السحر كانت نزاعلة مع فهد، الله يعينك تصير النتيجة عكسية، ممكن بعدين يطلعك. ناخذ اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعكم الله بخير. ما ليش أخوي، بس أنا عندي بس ملاحظة يعني. تفضل. حاب أقول يعني. قول. بصراحة أنا موظف حلو. انت موظف حلو. انا ما نتكلم في احنا لنا في الموضوع كيف تسوق نفسك لجهه اخرى. ما في مشكله، شكرا لكم، بس انا حبيت اني يعني الله يخليك اتوقع ان يوصل لكل الناس. شكرا صراحة. لك، شكرا لك. ناخذ اتصال اخر. مرحبا. يا هلا وسهلا، مين معنا؟ الو. السلام عليكم. السلام. ايوه استاذ عادل، حياك الله. صباحك الله بخير. صباحك الله بالنور والسرور. مين معايا؟ معك طارق بقبق من مكة. يا هلا طارق، تفضل يا طارق. ممكن شارك مع الأستاذ سحر؟ اي معك أستاذ سحر، الآن تبغى تقيمك وتبغى توظفك إذا أنت فعلا أجدت أنك تسوق نفسك خلال 40 ثانية. طيب بسم الله، توكل على الله. توكلنا على الله. يلا 1 2 3. السلام عليكم، كيف حالك أستاذ سحر؟ أهلا وسهلا. صراحة فرصة حلوة إن قابلتك أستاذ سحر، وما أدري يعني من أول صراحة تمنيت إنه أقابلك. كان لي كم زيارة على مكتبك، بس أنت كنت مشغولة على حاجة. أنا بس كنت جاي حابة يعني أسلم عليك، وفي معايا شهادات خبرة، وحاب أعرض عليكم إذا ما عندك معنى. تمام، خلصت تقريبا.
طيب تمام. حقول لك بس في أشياء كانت غلط في الموضوع، وكان يعني تقريبا وصفك جميل. نعم. لكن أنت إلى الآن ما ذكرت لي إيش المهارات اللي عندك. أي كانت كل عبارة عن مقدمة. أيوة. أنا جيت وزرت وكذا. هذا شيء جميل، معناه أنه أنت عندك رغبة. نعم. حلو، بس حاول تختصرها. أنا جيت كذا مرة وقالوا لي أنه أنت كنت في اجتماع وغير متواجدة، وصراحة عندي خبرة قوية في مجال الكمبيوترات أو البرامج، وحابة أطور برامج الشركة عندكم، هي ما شاء الله متطورة، بس حابة أضيف لها. نعم. أنت هنا. يا سلام. خلاص. خاصة أن أستاذ سحر ما هي فاضيت لك، عندها على اتصال كمان وما حتقعد تستناك، يعني اخلص. خلاص صح. أيه. هي في 40 ثانية، فأنت لازم في 40 ثانية توصف لي نفسك. يعني أنا لما حسبت التمهيد كان حوالي 28 إلى 29 ثانية، وهو لسه قاعد يمهد. أيه. طبعا هذا غلط. وهذا غلط يعني فين بقي 10 ثواني يقولها. لو كان زي عزوز 15 ثانية كان أقنعني. اتفضل ناخذ اتصال. ألو مرحبا. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. كيف حالك؟ هلا بك. الحمد لله. مين معنا؟ الحمد لله، معك خليل من الشرقية. يا هلا أخوي خليل، تفضل. الله 40 ثانية كيف ممكن تقنعني أنك أنت فعلا تستحق تكون موظف عندنا؟ طيب أوكي، أنا الحين دخلت مثلا قلت لي دخلت الأفنصير، أنا بدأت أحسب الآن. طيب تفضل. أهلا السلام عليكم، كيف حالك؟ ما شاء الله، إيش الصدفة الحلوة هذه. أهلا وسهلا. مين معاي؟ مين أنت؟ معك خليفة. أنا تمنيت أزورك وتمنيت أتوظف عندكم في منشأتكم صراحة، لأن أنا مهتم بطبيعة عملكم وعندي الشهادات اللي بتناسبكم بتطوركم أكثر، وبس للأسف ما حصلت لي فرصة، فأتمنيت أن تحصل لي فرصة أطور نفسي وأطوركم معي. الله يعطيك العافية. شكرا لك. انت حتتوظف صدقني، بس ذوبك الجميل والله. لا انا بصراحة على طول اقول له تعال تعال. لا ما شاء الله عليك. يعطيك العافية خليل، بصراحة تستحق مع بعض الايش التظبيط والترتيب له، يعني بعض التنسيق في في العبارات. انا يعني اقول لك حاجه الحين استاذ عادل، هي المشكله انه احنا باغتناهم في السؤال. نعم. لكن صحيح لو رتب افكاره. نعم. رتب العبارات اللي يبغى يقولها، اكيد انه لما يقابل شخصيه مهمه يعرف كيف حيتكلم معها. نعم. ولازم يتدرب. نعم. لازم يتدرب كل فتره على طريقة الإلقاء، وكل فترة جدد العبارات اللي أنت تقولها، جدد المهارات اللي عندك. طبعا في مهارات قديمة. نعم. لما تجيني تقول لي أنا والله إلى الآن أعرف أكتب على آلة طابعة، مين حيستخدمها الآن؟ أنا الآلة الطابعة ذي أصلا فلازم. أي. يعني أنا أعطي مثال أنه أي نعم، أدقوا علي على البيجر. مين عنده دحين؟ المهم هذا سؤال فعلا يعني مهم، يعني ما يعتبر لعبة، بالعكس هذا يعتبر اختبار حقيقي انك كيف تتكلم عن نفسك بإيجاز، وزي ما بيقولوا الإعجاز في الإيجاز. ممكن الواحد لو بيطول الأمر سهل، لكن انك انت تعمل لي كبسولة يعني مختصرة ومغذية في نفس الوقت تعرفني مين انت بالضبط، هنا التحدي. لابد انك فعلا زي ما قلت استاذ سحر تتعلم على موضوع كيف تلقي بشكل جيد وتعرف ايش مهاراتك، وحناخذ بقيه مفاتيح التسويقيه اللي لابد ان تمتلكها وتستطيع ان تسوقها خلال يعني كطالب عمل امام الجهه اللي حتوظفك. فاصولا نعود اليكم، ابقوا معنا. طاقات بلا حدود. حياكم الله مستمعينا الكرام وطاقات بلا حدود، نحن نستثمركم. موضوعنا اليوم كيف تسوق نفسك، معنا المدربة المتخصصة في التنمية البشرية الأستاذة سحر الحامد، وكنا طرحنا سؤال للجميع كيف فعلا لو أنت قابلت مدير التوظيف في المصعد وعندك فقط فرصة 40 ثانية تسوق نفسك وتقنع هذا المدير بأنك فعلا الموظف اللي بتحتاجه شركته، كيف ممكن تتكلم عن نفسك؟ اتصلوا على 011-217-8585 أو على 012-616-1100، بالإمكان كذلك المشاركة عبر حسابنا في تويتر على ألف ألف أف أم. طبعا نكملين معك سيد سحر وبقية المفاتيح اللي نتكلم عنها في تسويق الذات.
تمام. برضو كمان من الأشياء اللي ممكن أنت تتبعها عشان توصل للوظيفة اللي تحبها أو تحلم فيها، ابحث عن مواقف أو مواضع النقص في الشركة. أيوة. يعني دائما كل منشأة مثل ما لها نقاط قوة أكيد فيها نقاط ضعف، مثل ما لها نقاط إيجابية فيها أشياء سلبية أو نواقص. لازم أعرف. ابحث. أيوة. ابحث. يعني اسأل، ممكن تسأل يعني أصغر الموظفين. وخذ منه إيش ينقصهم، إيش عندهم، إيش المشكلة اللي بيواجهوها. يعني أنت ما تأخذها من باب والله عشان يعني تقلبها عليهم، لأنه والله أبغى أشوف نقاط ضعفهم وأتكلم عنهم. لا. أي طبعًا. لما أشوف هنا الأماكن اللي ممكن أنا أدخل فيها. نقطة الضعف. امسكها. أيوة. وابحث عن حل لها وقدمها لهم. يا سلام. طبعا انت لما تقدم لهم هذه النقطة معناه حيتمسكوا فيك انه انت انسان بتحل المشاكل. أي. اللي بيقعوا فيها. نعم. كمان من النقاط المهمة ولازم نستخدمها الحين ودائما بنتكلم عنها، مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. يعني مواقع التواصل أصبحت بتقرب الناس، بتقرب البعيد، بتخلي الوزير والمدير بيتكلم مع صحيح. يعني أقل الطبقات الآن صار لكل مسؤول، حتى الوزير عنده حساب في تويتر، بالإمكان أنك أنت يعني تشارك أو ترسل شيء له. صح. زمان. نعم. يعني الواحد لما يكون عنده مشكلة يفكر 1000 مرة كيف ممكن يوصلها. نعم. الحين بتغريدة ما شاء الله. صحيح. فأنت استفيد من مواقع التواصل، شوف الشخصية أو شوف المدير اللي أنت حاب تتوظف عنده. حلو. ابدأ شوف والله كتب اليوم صباح الخير، رد عليه. تمام. قال والله أنا طالع لزواج ابني أو زواج بنتي اليوم، قل له 1000 مبروك. طبعا لا تزود، لا تكثر كل شوية أهلا وسهلا وصباح الخير ومساء النور وعظم الله أجركم. لا. أي. أنت كده حتاخذ إيش؟ صحيح. اكس يعني من الاخر انت ايش تبغى؟ أيوة. هو هذا. لكن انت لما تكون هذه العلاقات او تكون هذه الصداقات والسؤال الدائم، ممكن في يوم من الايام يجي يسالك يعني انت مين؟ دائما تكلمني في شيء، ممكن يصير هذا الشيء. أيوة. وممكن كمان انت لما تكلمه كل مره هو يعرفك خلاص، يعرف حسابك ويعرف اسمك. فلو نزل في يوم مثلا احتياج، نزل وظيفه، نزل استفسار، ساعده. يعني انت من اول اصلا متابع هذه الشخصية المهمة اللي انت حاب تتوظف عندها، فالان صار لك طريق اسرع. يعني من زمان. أي. انت بتتكلم. لا. معه يعني مو زي وقت المصلحة بس جيت وحليت له المشكلة. صحيح. طبعا القواعد كثير، ولو نذكر يعني منها او المفاتيح اللي الشخص اللي يمتلكها، لو حنذكرها ممكن تتعدى ال 11 أو ال 12 قاعدة أو ممكن أكثر كمان. لكن لو الإنسان تسلح بس بثلاثة مفاتيح أو ثلاثة قواعد، إن شاء الله راح يصل للوظيفة اللي بيحلم فيها. كمان لا تنسى طور مهاراتك، حتى لو شهادتك، وهذا الشيء كثير بيشتكي منه، يقول أنا شهادتي ما بيقبلوها، ما بتنقبل في سوق العمل. طيب إيش تسوي؟ شوف سوق العمل إيش محتاج، شوف الأشياء اللي الآن بتنزل وظائف عليها كثير، خذ دبلوم، كمل دراستك، أنت معك بكالوريوس كمل الماجستير. طب يقول أنا ممكن ما أتوظف، الناس كثير ما أخذ ماجستير وجاية من برا وابتعاث وما توظفت للآن. طيب يمكن ربي ما وفقهم، يمكن ربي ما يمكن هم ما هم عارفين كيف يشتغلون على نفسهم، ممكن أنت تكون مميز، ممكن أنت توصل للوظيفة. دائماً حط الظن الإيجابي، يعني الله عز وجل بيعطيك على ظنك، إن كان ظنك سيء ما راح تأخذ شيء، وإن كان ظنك حسن إن شاء الله راح توصل للوظيفة اللي أنت بتحلم فيها. نعم. سرونا الله يعطيك العافية، بتشكرك سحر على وتواجدك. طبعا بتقول سحر الإنسان عندي خبرة الحاسب الآلي ومهارات في كتابة التقارير وأجد الأعمال الإدارية، وعندي دورات متنوعة في عدة مجالات، وأرغب وشرفني أن أنضم لكم حتى أدور من حتى أطور قصدي من نفسي وقدراتي ومهاراتي، وإن شاء الله أفيدكم بخبرتي ومهاراتي في تطوير شركتكم. هي تبغى يعني قصدها من باب التسويق لنفسها. من باب التسويق. نعم. تمام. هي ذكرت إحنا إيش ممكن تطور لنا أو ممكن تعطينا.
هي ذكرت ما اللي عندها بس اللي عندها تمام. المهارات يعتبر إلى الآن التسويق ناقص. أي وذكرت رغبتها في الانضمام يعني مع طيب الرغبة وجود الرغبة هذا شيء جميل. طبعا الإلحاح مش اللي كل يوم ترسل لنا، لا مرة كل مثلا شهرين أو كل 3 شهور ارسل رسالة بحيث أنه إحنا نعرف أنه أنت إنسان والله حاب تشتغل عندنا. أذكر مهاراتك وأذكر إيش الأشياء اللي ممكن أنت تفيدنا فيها، إيش تحس أنه إحنا ناقصنا وأنت ممكن تطوره من جانبك. وهذا الشيء اللي إحنا أنا حقوله برضو من المفاتيح. نعم جميعنا متميزين لكن في ناس أفضل مننا في التميز. كلنا نعرف نستخدم كمبيوتر أكيد تمام، لكن فين التميز؟ التميز أنه أنت تعرف تستخدم الكمبيوتر بحيث مثلا أنا ما أدعو الآن للشيء هذا، بس أنه ممكن تفتح برامج أو تفتح مواقع مقفلة، هذا نعم. تميز ممكن الشركات تستفيد منك في هذه النقطة. كمان عندك صناعة البرمجيات الإلكترونية ومش الكل يعرفها، هذا تميز. أنت إنسان والله تعرف ترسم، طيب الأغلبية يعرف يرسم، أنت كيف حتطور تميزك هذا عشان ترغب الناس فيك؟ أربط التميز هذا اللي أنت فيه اللي هو طريقة الرسم مثلا المناهج المدرسية. المناهج المدرسية الصف الأول الابتدائي الثاني الابتدائي، أنقل المعلومات المكتوبة برسم وأبدأ أنشرها، مين حيقبل عليك؟ على طول المعلمين والمعلمات. أنت كذا استفدت من المهارة اللي عندك وطورتها بحيث استقطبت يعني الجهة اللي أنت حاب مثلا تشتغل فيها، أو ما بقول تشتغل فيها بس أنت تميزت هنا. أنت تميزت مو بس أعرف أرسم، لا أعرف أرسم ومتميز وقدرت أستغل الموهبة اللي أنا فيها. نعم أذكر أنا كذلك المستمعين الكرام بمشاركتهم معنا حول الموضوع تبعنا في تسويق الذات، وأيضا فرصتكم أنكم فعلا لو استطعت أنك تلتقي بمدير توظيف في مصعد وفي خلال 40 ثانية بس عندك 40 ثانية كيف ممكن أنك تسوق ذاتك وتقنع هذا المدير بذاتك في 40 ثانية. وعندما تكون أمام شخصية مهمة نريد أن فعلا نعرف كيف تتكلم عن نفسك. طبعا أستاذة سحر هي عندها الموضوع عند هذه النقطة. تمام. احنا طبعا قبل ما ناخذ هذه النقطة خلينا ناخذ اتصال. تمام. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. هلا والله ممكن السلام نتشرف باسمك. احمد البحراني. هلا بك احمد، تفضل انت معنا على الهواء. هلا والله ممكن اكلم معك استاذ سحر. اهلا وسهلا. الحين في الاسانسير ولا؟ نعم في الاسانسير. نعم نسمعك يلا. انا استاذ سحوره ممكن معك على طول هذا برا برا على طول. اهلا طيب ممكن توظفيني عندك وبدون اجازات كمان؟ بدون اجازات وراح انفعك كثير في شركتي. ايش حتقدم لي يعني؟ ايش حتقدم لي؟ اللي تبيه يعني بسوق لي في صفقات اللي خارجية داخلية. طيب خلاص ما في مشاكل، انت ممكن تترك سيرتك الذاتية عند الإدارة واحنا نشوف. شكرا لك يعطيك العافية. ناخذ اتصال هذا الرد اللي اي نعم تصريفه حيكون. أيوة. نعم مرحبا مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام مين معنا؟ محمد من جدة. هلا بك محمد تفضل. استاذ سحر انا عارف انك تدير التوظيف هنا، بس حاب اقول لك انه فضل الله سبحانه وتعالى انا كنت فني وتركت عملي ورحت اخذت الهندسه والان قاعد ادرس ماجستير اداره اعمال ما شاء الله، والحمد لله عندي ميول للمحاسبه وعندي ميول للارقام وعندي اقدر امسك فواتيركم واقدر يعني افند لكم اياها واطلع لكم اياها باحسن صوره. تمام يواصل عندك بس خلاص هي 40 ثانيه هذه أقل من 40 ثانية. هذه أقل من 40 ما شاء الله عليك. تمام جميل اللي أنت قلته عن نفسك جميل، بس كل شوية كنت بتقول أنا أقدر أنا أقدر أنا أقدر، لا تذكر أنا أقدر أنا أقدر، خلاص قول قول أنا عندي قدرة على أني
أفند لكم الفواتير وأحطها في ملفات بحيث يمكن الوصول لها بسهولة، وهذه ميزة الحمد لله تعلمتها من دراستي في الماجستير في إدارة الأعمال. بس خلاص يعني لا تقول أنا أقدر أنا أقدر، وكمان حاول أنه أنت تتمرس على العبارة هذه كل مرة كل مرة، يعني اعتبرها كأنها كلمات أغنية كذا بترددها، فكل مرة كررها بينك وبين نفسك إلى ما تصير تلقائية عندك، تحس أنها تطلع منك زي الموية كذا بسرعة. أنا أقول أنا قادر، يعني أنا يعني قادر، ولا أقول أنا ضعت شوي، أنا قادر ولا أقول أنا أقدر؟ هي نفس الشيء، لكن اللهم أنه لا تكرر نفس المعنى. أيوه لا تكررها. شوف يعني هي ما حتركز، مدير التوظيف أو مديرة التوظيف ما حتركز أنا أقدر أو أنا قادر أو أنا لكن لا تقول أنا سأحاول مثلا أو أنا ممكن. العبارات هذه ترى بترك زي ما تقول رنانة بتثبت في المخ. أنا ممكن، أنا أحاول، لا لا، أيوة. لا تجيب طاري ممكن وأحاول، لا على طول قول أنا باستطاعتي، أنا قادر، أنا يعني أقدر أسوي لكم الشيء هذا. أعطيه ثقة حلو بأنه أنت ما شاء الله الهيرو القوي اللي جايهم. أي نعم، أنت المنقذ لهم، أي أنت اللي جاي ما شاء الله تطلعهم للعالمية. حلو حلو حلو، جميل جدا. الله يعطيك العافية، ويسلمك. هي فرصة فعلا للاستفادة من كيف فعلا نسوق نفسنا. اتصال آخر، مرحبا. ألو، السلام عليكم. يا هلا، وعليكم السلام. ألف 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 ألف. أكيد طبعا، من معنا؟ أنس الحربي. هلا بك يا أنس، تفضل يا أنس. حاب أشارك. أي أكيد، وإحنا حابين نسمعك، تفضل، 40 ثانية عندك، تفضل. السلام عليكم، أنا أنس الحربي، قدمت على وظيفة عندكم وأنا متحمس للعمل معكم، لأني قريت عنكم كثير قبل ما أتقدم وأشوف نفسي مناسب للعمل معكم وتلبون طموحي. ما شاء الله تبارك الله. عفوا. نعم، إلى اللقاء. كنت مرة جدي، يعني عارف ما حسستني فيها. ترى لطف، يعني عندك وقت أنك تقول كيف الحال وفرصة. أيوة سعيدة، وأنا وعلى طول يبدأ. أي صباح الخير أستاذ السحر، صراحة أنا سعيد بإني أنا شفتك اليوم، ما كنت أعتقد أنه الفرصة راح تجمعنا في هذا المكان. أنا أنس الحربي، وجيت كذا مرة على مثلا المنشأة وما حصلتك. الحمد لله أنا عندي مقدرة، أنا عندي شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، وقادرة على تطوير الشركة من جانب، أيوة من جانب كذا وكذا وكذا. طبعا كل واحد بشخصيته، الفكاهي يتكلم بالطريقة الفكاهية بس ما يوصلها، والواحد بطبيعة اللهم لا يتكلف. حلو هذا. نعم. هو عدم. نعم. التكلف. جميل جدا، هنطلع فاصل من 70 ونعود إليكم، ويبقوا معنا على السماع. طاقات بلا حدود. وكيف تسوق نفسك؟ هذا طبعا موضوعنا اليوم في طاقات بلا حدود، وشاركونا طبعا بأسئلتكم واستفساراتكم، بالإمكان ذلك على الرقم الهاتفي 011-217-8585 أو على 012-616-1100. ما زال الحديث مع الأستاذة سحر الحامد، وهي أخصائية اجتماعية ومدربة في التنمية البشرية. طبعا أستاذة سحر، لو أردنا أن نتعرف على بعض المهارات المهمة والمتبعة، لو كنا أمام شخصية مهمة لأي شركة أو جهة ممكن يعني ونرغب في التوظيف عندهم. تمام. احنا قبل شوية ذكرنا كيف تتكلم عن نفسك في 40 ثانية. نعم. تمام. نعم. احنا الحين نبغى نتكلم انت كيف حتكون شخصيتك امام هذا الانسان المهم، مدير توظيف، رئيس في شركة، نائب في جهة معينة، كيف راح تكون امامه؟ طبعا في قواعد لازم تكون متبعها. دائما درب نفسك بالتدريب، كل حاجة راح تطلع بالشكل المطلوب. حلو. درب نفسك انه دائما توقف امام العظماء، أمام المرأة. نعم. قدام المراية اعتبر نفسك أنت العظيم وما في أعظم منك، وشوف كيف. نعم. راح تتصرف. كمان لما تكون في مجلس أو في جلسة ويكون فيها شخصية مهمة وحاب تتقرب منه، لا تكثر المزاح. نعم. من باب الميانة ومن باب نفسنا في مكان واحد، لا، مهما صار هو الآن عنده فكرة أنه أنا برضو دور المنصب قاعد يلعب فيه، هو في منصب وأنت في منصب. نعم. فإلى الآن هو يحس أنه ما تقدرون أنه أنتوا تتكلمون مع بعض
بديك الميانة يعني المطلوبة. دائما يكون في أحسن شكل، أحسن شكل وفي أحسن لبس، لأنه سبحان الله أنت عارف العين دائما تحب المناظر الجميلة. أكيد. المناظر اللي يعني المرتبة. نعم. فدائما كون بأحسن شكل بأحسن لبس، عشان حتى لو شافك مدير التوظيف فجأة في أي مكان يشوف يقول إيه والله هذا سواء في عمل أو في غير عمل إنسان مرتب وهندامة جميل. الابتسامة دائما نقول الابتسامة تذيب الشواحن اللي في النفس والضغائن اللي في النفس. نعم. الابتسامة هي اللغة اللي ما يعني ما لها أي تفسيرات، اللغة اللي الكل يفهمها. صحيح. بمختلف اللغات ومختلف الأجناس. كمان وهذا الشيء مهم، أنه أنت توفر معاك بطاقة شخصية لك، فيها اسمك، فيها رقم تليفونك، فيها ممكن مواقع التواصل معك، بحيث أنه أول ما تشوف الإنسان المهم اللي أنت تبغاه تبدأ تعرف نفسك شوية وتقدم له مثل ما يقولون البزنس كارد. نعم. تمام، يعني يكون معاك بحيث أنه أنت تقدمه له، هذا تعريف عنك، وهو ممكن يحطه عنده في مكتبه، أكيد عنده مكان يحفظ فيه هذه الكروت. أيوه. أول ما حيحتاجك أو يبغاك يسحب الكرت وحيكلمك. جميل جميل تمام. في أمور يعني الأسئلة زي ما يقولوا اللي دائما يتوتر منها أو يقلق منها المتقدم للعمل، وكيف يتعامل معها، يعني اللي هي موضوع الراتب وكذلك موضوع الوظيفة السابقة ونقاط الضعف والقوة، كيف فعلا الواحد يتعامل معها كطالب عمل؟ أي موظف داخل على أو طالب عمل داخل على الشركة. أيوه. دائما يتوتر في السيرة الذاتية من ثلاثة أمور. أيوه. أو مش في السيرة الذاتية، في المقابلة الشخصية من ثلاثة أمور. الأمر الأول اللي هو الراتب، الأمر الثاني اللي هو نقاط الضعف والقوة، والأمر الثالث مثل ما ذكرت. أيوه. أستاذ عادل، ليش تركت وظيفتك السابقة؟ نعم. لما يجي عند الأسئلة هذه حتى طالب العمل تحس أنه يتشنج فيها شوي كذا، ما يعرف إيش يقول. أيوه. الراتب دائما نقول لا تذكر رقم، بل قول أنه حسب التصنيفات عندكم في الشركة أو حسب جدول الرواتب عندكم في الشركة. أيوة. حلو، خلاص أنت كذا طلعت نفسك. نعم. من المأزق. نقاط القوة والضعف، نقاط القوة والضعف، خلاص نقاط القوة هذه سهلة. أيوة. هتعرف تقول أنا إنسان والله مرتب، صبور، قوة صبر، قوة ملاحظة. لكن عند نقاط الضعف ما حتقدر تقول والله أنا إنسان غياب. أنا إنسان دائما أجل شغلي. لكن خذ نقاط قوتك وإقلبها على أنها نقاط ضعف. كيف؟ مثلا قول والله أنا إنسان دائما أحب أركز في عملي وهذا الشيء متعبني. تركيز العمل أنه أنا مثلا كل يوم بأرجع كل بعد ساعة أو بعد ساعتين أشيك على عملي هل هو إن شاء الله صح ولا لا. ممكن يعني تتكلم كمان في جمل ثانية، في عبارات ثانية، بحيث تقلب الجانب الإيجابي لجانب سلبي. نعم. إنه شيء سلبي، بس هو في الأول في الأخير هي نقاط قوة. جميل جميل. والأم الوظيفة السابقة، الوظيفة السابقة إنه ليش تركت وظيفتك السابقة. طبعا صعب تقول والله مشاكل مع المدير، ولا حتقول انه ما عجبني راتبهم. صعب. لكن هذا سؤال وارد. هو سؤال اكيد حيكون وارد. أيوة. فانت هنا ايش حتقول؟ حتقول انا عندي رغبه في التطوير ودائما ابحث عن الافضل، وفي نظري شركتكم الى الان هي الافضل، واتمنى يعني اكون احد موظفينها. الله يسلمك. احنا طبعا وصلنا يمكن نص دقيقه ونريد ان ننهي الحلقه، لكن إذا كان عندك أي يعني توصية أخيرة في هذه الحلقة. تمام، بس حابة أقول أنه دائما اتبع قاعدة رفق. قاعدة رفق، الراء تعني رغبة. والفاء تعني فرصة، والقاف تعني القدرة. هناك من تتوفر له الرغبة والفرصة لكن ما عنده قدرة. وهناك من تتوفر له الفرصة والقدرة لكن ما عنده أي رغبة. نعم. وهناك من تتوفر له الرغبة والقدرة ولكن ما عنده أي فرصة. نعم. فإذا توفرت عندك قاعدة رفق إن شاء الله راح توصل
الوظيفة اللي أنت حابها. كل الشكر وتقدير لك يا أستاذة سحر الحامد، أخصائية الاجتماعية والمدربة في التنمية البشرية، وكذلك الشكر لكم مستمعينا الكرام. تحية مني أنا عادل بن أحمد برباع، ومن الكنترول زميلي عبد العزيز سحيم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.